ننتقل معاكم من فقرتنا تصريح وتعليق، ونروح معاكم ايضا لاخر الاخبار الخاصه بالانديه الاخرى وفريق المصري البورسعيدي، واللي اعلن مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي برئاسه سمير حلبيه عن تجديد الثقه بالتونسي معين الشعباني المدير الفني واستمراره على راس القياده الفنيه للفريق. تراجع مجلس المصري عن رحيل الشعباني بعد تدخل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واجتماعه بالمجلس بحضور الشعباني ومساعده مجدي تراوي المحافظ. أنهى الخلافات اللي كانت ما بين الطرفين ما بين حلبية والشعباني، تم الاتفاق على بقاء الأخير في منصبه والتراجع عن إتمام التعاقد مع أحمد كشري. أكد كمان محافظ بورسعيد أهمية استعادة العروض والنتائج أيضا الطيبة بمباريات الفريق المقبلة بالدوري، إغلاق ملف النتائج السيئة الأخيرة تماما سعيا للتقدم بجدول المسابقة وإنهاء الموسم بشكل مشرف يليق باسم النادي وإخلاص جماهيره الوفية. شدد كمان المحافظ على أهمية استعادة أجواء الاستقرار والهدوء بالنادي والفريق الأول خلال الأيام المقبلة لإحراز الانتصارات المطلوبة وأسعاد جماهير النادي الحزينة لتراجعه بالترتيب العام للدوري.